بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، احتفلت بورصة الكويت العام الخامس على التوالي بقرع جرس التداول، وذلك في احتفالية خاصة شارك فيها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة المائي في دولة الكويت إلى جانب الأمين العام للأمان العام للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط ورئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. للعام الخامس على التوالي شهدت بورصة الكويت احتفالية قرع جرس افتتاح جلسة التداول بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ما يتعلق بأهمية دور المرأة في مجال الاقتصاد خصوصا في القطاع الخاص. نقرع الجرس اليوم للمرأة وللسنة الخامسة على التوالي لتسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مبادئ تمكين المرأة ورفع الوعي حول هذه المبادئ، كما نحتفل بالدور الفاعل الذي تقوم به المرأة مؤكدين على مساهمتها الوفيرة في التنمية وبالأخص في أسواق المال وبورصة الكويت. تنضم بورصة الكويت إلى منظمات عالمية رائدة في الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يؤكد مواصلة الشركة في تعزيز مبادئ تمكين المرأة، والذي بدأ عندما قرعنا الجرس للمرأة في مثل هذا اليوم من عام 2018. أنا سعيدة اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي. نحن هنا في بورصة الكويت نحتفل بمناسبة أخذ المزيد من الأميال لتمكين المرأة في شتى المجالات. المزيد والمزيد من الشركات على المستوى العالم تجتمع معا لتقول لا للعنصرية، حيث أصبحت المرأة متمكنة من العمل في شتى المجالات بالاتصالات والاستثمارات بالأسواق والبنوك والاستشارات. اليوم قرعنا الجرس في بورصة الكويت في يوم المرأة العالمي، وهذه المناسبة نحب نبين دور القيادة النسائية في جميع القطاعات في سوق العمل. لابد من إدماج وإشراكهم لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية وتقدم في هذا المجتمع. شركات القطاع الخاص تساهم بشكل مباشر وحيوي في تمكين المرأة، وذلك من أجل زيادة الإنتاجية والابتكار وتوازن العمل وتوفير الفرص الوظيفية القيادية في مختلف المجالات.